الهيكل الخلوي خيوط الاكتن الخليه الخليه الحيوانيه والتي تعتبر الوحده البنائيه لجسم كل من الانسان والحيوان والخليه النباتيه والتي تعتبر الوحده البنائيه للنبات يحتويان في تركيبهما على ما يوفر لهما الدعم والحمايه وهو الهيكل الخلوي والمتضمن في السيتوبلازم الخاص بكل خليه فالسيتوبلازم يعتبر المكون الأساسي الذي يملأ كل خلية، فهو يمثل 55% من حجم الخلية، وهذا يعني أن الهيكل الخلوي يعتبر أحد العضيات الموجودة داخل كل خلية، فمما يتكون الهيكل الخلوي؟ تركيب الهيكل الخلوي: الهيكل الخلوي هو عبارة عن دعامة أو هيكل بروتيني يشكل بنية حركية تحافظ على شكل الخليه ويلعب دورا اساسيا في النقل والحركه داخل الخليه وينقسم الهيكل الخلوي داخل اي خليه الى ثلاثه انواع الخيوط الدقيقه او خيوط الاكتن والانابيب الدقيقه والخيوط البينيه فهيا لنتعرف على الخيوط الدقيقه او خيوط الاكتن خيوط الاكتن تتركب خيوط الأكتن الدقيقة من وحدات صغيرة متجمعة مع بعضها يسهل فصلها لتقوم بوظيفتها من دعم الخلية وتحريكها وحركة العضيات فيها. وتلك الخيوط تكون شبكة متقاطعة متفرعة داخل السيتوبلازم لتساهم في حركة العضيات وتؤدي دورها في عملية انقباض وانبساط العضلات. دور خيوط الأكتن في انقباض العضلات يعتبر الانقباض الوظيفة الأساسية للعضلة والذي يتم كالآتي تحتوي الخلية العضلية على ألاف القسيمات العضلية وكل قسيم عضلي يحتوي على العديد من البروتينات الخيطية السميكة والرفيعة الدقيقة حيث إن تلك الخيوط الرفيعة الدقيقة هي خيوط الأكتن وتتم عملية انقباض العضلة وانبساطها عبر حركه ميكانيكيه بين تلك الخيوط السميكه والرفيعه